أبو هريرة رضي الله عنه لما جمع يوما صدقات للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يحفظ لنا هذا المال؟ لأن ما في عندهم خزنة يضعونها أو بنك، من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة: أنا أحفظه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خذه. أخذه أبو هريرة وجعله في بيته. لما أظلم الليل يقول أبو هريرة: فإذا بحاثي يحثو من الصدقة. لاحظت أن في واحد يحرك المال ويسرق في الظلام. قام أبو هريرة وتعلق به: تسرق؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا فقير ومسكين وعندي بنات صغار وأيتام، تكفى اتركني. ما ترجع؟ قال: ما أرجع أبدا. تركه أبو هريرة وخرج السارق. لما صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت أسرته البارحة الحرامي؟ إيش أخباره؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سوف يعود، انتبه الليلة الثانية. جلس أبو هريرة عند المال، فلما أظلم الليل أقبل هذا يحرك الفلوس بيسرق. قام أبو هريرة وتعلق به: يا حرامي، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اتركني وأنا مسكين. قال: هذه ثاني مرة. قال: خلاص، ما أرجع أبدا. تركه أبو هريرة. فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت أسرته؟ إيش أخباره؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود، خلاص توبة. قال: كذبك، سيعود، هذا كذاب. جلس أبو هريرة مرة ثالثة عند المال، إلا هذا يحرك. قام أبو هريرة وتعلق فيه. قال: أنا مسكين. ما في مسكين، ما في، لأرفعنك إلى رسول الله. لأن بعض الناس أحيانا حتى العذر اللي يضعه عذر غير مقبول. يعني أنا أذكر مرة كنت أراقب على الطلاب في الجامعة، ومع مجموعة عندنا قاعة يمكن بحجم هالمكان، وفيها يمكن 50-60 طالب. وكان اليوم أصلا يوم عطلة، احنا العطلة عندنا خميس وجمعة، فأصلا هو يوم عطلة، ما في دوامات للمدارس ولا للكليات ولا الجامعة. لكن نحن في الجامعة لضغط الاختبارات ما يداوم في الرياض كلها إلا نحن، فالشوارع فاضية يعني. فلما جاء يمكن بدأ الاختبار الساعة 8، الساعة 8:30 إلا واحد من الطلاب لسه مشرف يطق القاعة. فطلعت له قلت: وين يا ابني؟ قال: والله دكتور زحمة الشوارع. يا كذاب، زحمة نلعب على بعض؟ قلت: زحمة؟ قال: والله الطريق الدائري موقف، ما أدري إيش صاير اليوم يا شيخ، والله زحمة زحمة. فقلت: يا ابني اليوم خميس عطلة، إيش اللي الشوارع زحمة؟ اليوم عطلة، اليوم خميس. قال: لا والله، صار عندي بنشر في الكفر وأنا جاي. يعني كذبة، يعني واللي قدامك بيصدق كل شيء. فالشاهد، قال أبو هريرة له: لا يمكن، لأرفعن والله لأقبض عليك حتى يؤذن الفجر وأذهب بك للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم السارق أنه مأخوذ لا محالة، خلاص ممسوك ممسوك، قال: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي بيحدث على الصحابي، يعطيه درس. اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. هذا مثل القاضي يقولون أحد القضاة جاء إليه بسارق، هذا السارق قفز في بيت وجاء إلى خزنة، يعني موضع للمال حديد، واستطاع يكسر الحديد ويسرق الفلوس اللي داخل. فلما أوقف أمام القاضي قال له القاضي: يعني يا ابني، أنا غير مستغرب أنك حرامي، ما أنت عليك سوابق وأنك تحب الفلوس، لكن كيف استطعت أن تكسر الحديد؟ حديد الصلب هذا يبغى له ديناميت حتى يكسره، كيف استطعت تكسر الحديد وتأخذ المال؟ فقال الحرامي: يا أيها القاضي. قال: نعم. قال: أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. قال له: ما شاء الله، الأخ داود عليه السلام وألن له الحديد، وبالتقوى يلين لك الحديد. أنت لو في قلبك تقوى ما سرقت من الناس أصلا، وين التقوى اللي في قلبك؟ وهذا مثل ما ذكروا أن شابا
قديما طالب علم وأراد أن يسافر إلى بلد آخر ليطلب العلم، فأخذ كيسا وضع فيه كتبه وملابسه وركب دابته ودخل مع قافلة، قافلة فيها تجار فيها ناس مرضى ذهبوا يعالجون فيها طلبة علم مجموعة فيها القافلة، فذهبوا ففي أثناء الطريق قطع عليهم الطريق مجموعة لصوص وجاءوا وأنزلوهم من الدواب وسرقوا الدواب وسرقوا الأمتعة حتى إنهم سرقوا حتى ثيابهم التي عليهم، الثياب نزعوها خلوا عليهم سراويل اجلس الثياب تجيب قيمة يعني، وجلس الحرمي هؤلاء يقتسمون المال. فالشاب هذا لم يهتم بدابته ولا بثيابه، همه الكيس اللي فيه كتب، يدري ان الكتب هذه بالنسبة له ليس مثل اليوم يضيع منك كتاب تشتري كتاب ولا تسحبه من النت، لا الكتاب هو كتبه بيده ومن مشايخ من كلامهم، ما هو كتاب نقله من كتاب، يعني الكتاب مثل واحد من أولاده. فقام الشاب طالب العلم هذا وقف أمام رئيس اللصوص قال يا أخي أنتم سرقتم مني شيئا يعني لا ينفعكم أبدا، قال إيش؟ قال أخذتم مني كتب، أنتم لستم طلبة علم تستفيدون منها، أنتم ترمونها، أعطني كتبي بس ما أريد شيئا آخر. ففتح الكيس وجد كتبا، اقتنع أن هذا طالب علم أعطاه كتبه، ثم أعجب به قال طيب وين ثيابك؟ قال هذه، قال أعطوه ثيابه، سعب طالب علم مفسخ أعطوه ثياب، أعطوه الثياب. ثم أعجب به قال أعطوه الدابة، أخذ دابته، رجعوا له كل فلوسه، رجعت فلوسه. بعدين أعجب به أكثر وقال له تدري خذ هذه فلوس هدية لك. فقال طالب العلم لا هذه فلوس حرام ما أخذها. فقال اللص والله إنها حلال. قال الآن سارقها قدامي وتقول حرام، كيف يعني حرام كيف حلال؟ قال طيب تريد إني أعطيك دليل إنها حلال الفلوس هذه؟ قال نعم. قال اجلس، وجلسه. شوف بعض الناس إذا بغى يسرق يعرف مداخل ومخارج. فهذا اللص نادى أحد الموجودين من التجار تعال، وجاءه مع الليلة سروال ينتفض، قال له أنت تجارتك في إيش؟ قال في الإبل والغنم. قال كم نصاب الإبل؟ نصاب الإبل هو المقدار الذي إذا ملكته 5 من الإبل يجب عليك زكاة، أما اللي عنده 4 من الإبل ما فيها زكاة. فقال ذلك الرجل ها 3 من الإبل، قال خطأ. قال 17، قال خطأ، هي مسابقة هي كم؟ قال والله ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت ما تطلع زكاتك؟ قال لا. قال طيب ارجع تعال. نادى الثاني تجارتك في ايش؟ قال في الذهب والفضة. قال كم نصاب الذهب كم نصاب؟ وجعل يسأل أسئلة فقهية عن الزكاة، وذاك الرجل عمره ما دفع زكاة أصلا ما جاوب، قال ما أدري ها طيب أشوف. قال طيب ارجع. ونادى الثالث تجارتك في ايش؟ قال في الملابس، وسأل عن زكاة عروض التجارة ما جاوب. فالتفت اللص إلى الشاب وقال شوف هؤلاء أموالهم حرام، فالله يعاقبهم يرسلنا نأخذ فلوسهم منهم، الله يعاقبهم يرسلنا لنأخذ نقودهم منهم، شفت حلال يلا قوم بس. فبعض الناس إذا أراد يفعل المعصية يؤول لنفسه، يؤول لنفسه. مثل واحد مرة قبضوا عليه الهيئة، عندنا هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر، شرطة دينية يعني. فمرة جاءهم بلاغ أن رجلا عنده امرأة ليقع بها بالفاحشة، فجاءوا طرقوا الباب وهجموا عليه. فلما هجموا عليه قالوا كيف تزني؟ قال أحسن هذه كافرة كافرة. طيب وإذا كانت كافرة يجوز أن تزني بها؟ فأحيانا سبحان الله الشيطان يجعل بعض الناس إذا أراد أن يفعل المعصية يتأول يبحث عن مخرج. وترى بالمناسبة حتى إبليس لما أبى أن يسجد لآدم كان عنده مخرج ولا لا؟ إيه لما قال الله تعالى لما لم تسجد لما خلقت بيدي استكبرت؟ أنت متكبر أم كنت من الكافرين؟ إبليس دور بحث عن مخرج، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا في سبب يا ربي، أنا ما تكبرت في حتى السبب، وهو سبب كاذب كافر ضال، لكن حتى إبليس بحث عن مخرج. فهنا بعض الناس يبحث عن مخرج. هذا الحرامي يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة اتركني
وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قالها ماذا تعلمني؟ قال إذا أخذت مضجعك، إذا وضعت رأسك لتنام، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة ما يدري، حرامي ويعطيني أحاديث، تدري توبة؟ قال توبة، خلاص ما أرجع، فتركه. فمضى أبو هريرة وصلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، هل علمك؟ قال: نعم، علمني كلمات زعم أنها تنفعني، إني أقرأها وأنتفع بها. قال: فما علمك؟ قال: أمرني إذا أردت أن أنام أن أقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من هذا الذي أنت كل يوم معاه؟ حرامي، لا لست حرامي إلا أتوب، ما تدري من هذا؟ قال: من؟ قال: ذاك الشيطان، هذاك إبليس يتلبس يتشكل في صورة ويأتي ليسرق أموال الناس.